فاهم احساسك كويس قوي، معترف ان انا غلطت، بس ممكن تسمعني؟ اسمعك. هتقولي ايه يا عمرو؟ هتقولي انك ضحكت عليا وسكتني زي العيال، رحت من ورا ظهري اتجوزت الست الوحيده اللي حبيتها وكنت هموت عشانها، ولا اسمعك عشان تضحك عليا تاني وتقولي ان انت صديق عمري اللي قلقان عليا ويحاول يصلح ما بيني وما بينها وهي حامل منك؟ وحياة ولادي انا ما غدرت بيك ولا خنتك. انا وشينا كنا على علاقه ببعض من قبل ما انت تتجوزها كمان. ايوه بس الموضوع مش زي ما انت فاهم، كانت مجرد مشاعر وانا قضيت عليها علشان عليا والولاد. وسبتني اتجوزها ليه على عماه؟ كان الموضوع انتهى، ويعلم الله انه طول ما كانت مراتك كانت بالنسبه لي زي اختي. اختك؟ ما هو باين يا عمرو. لحد ما اتطلقت وبعد ما انت ضربتها، ساعتها انت قلت لي ان الموضوع انتهى وطلبت مني اروح لها علشان تتنازل عن المحضر اللي كانت عاملاه لك، فاكر؟ ورحت. وضعفت. بعترف اني ضعفت. بس كان غصب عني. واتجوزنا. ولما انت حاولت تنتحر طلقتها. قلت لها مستحيل تكوني ليا طول ما امجد بيتعذب، لحد ما جت وفاجئتني قالت لي انها حامل. من هنا بدات المشكله. وسكت لي ده كله؟ ما قلتليش ليه؟ كان عندي امل انك انت تنسى او حتى تيأس. غلطة وكرت وراها غلطات كتير لحد ما رجلي غرزت. كل ما كنت احاول اطلع الاقي حاجة تشدني لتحت. كنت بموت وانا شايفك بتتعذب. كنت عايز اقول لك، فكرت اكتر من مرة اقول لك واقول لعليا، بس كان خلاص الأوان. هو فعلا خلاص. انا كنتش جاي اشمت فيك ولا عاتبك، انا كنت جاي عشان اقول لك انه انا ببيع نصيبي من الشركه وماشي. لا يا امجد، اوعى تعمل كده. الشركه دي احنا عملناها بتعبنا وشقانا، لو مشيت كل حاجة هتتهد. اللي أنا فيه ده مش عارف هيخلص على إيه ولا هيخلص إمتى. هي خلصت يا عمرو. أنا بصفي كل حاجة في مصر. آه. بشكرك إنك أقنعتها ترجع لي حاجتي. أنا هبيع كل حاجة. هنقل دبي أنا ودينا. هنقل شغلي. رغم كل حاجة. اتشرط منها لك الأذى. إن شاء الله ربنا هيبين الحقيقة وتطلع منها. سلام يا صاحبي. أمجد، بتمنى إنك تصدقني وتسامحني. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.